بداياتك كانت ازاي يا رنا؟ بدايتي كانت من المدرسة، الإذاعة المدرسية. أنا كنت متألقة كده فترة، أنا اللي بقدم الإذاعة وأنا بقول القرآن وأنا اللي بقول الدعاء وكل حاجة. انت دلوقتي بتشتغلي في الراديو متهيألي، أنا انت بقالي دلوقتي زميلتنا بقى. 3 سنين أهو في راديو 90 90، حلو وقبلها قوي، كنت في قناة برضو جميل جدا، تلفزيونية، انت فأكيد زميلتنا مش يعني هتفهم دلوقتي خلاص اعلان. يعني، والله بحاول. لا لا لا، انت رائعة. طيب ربنا وبعد يخليك. المدرسة؟ بعد المدرسة دخلت فرقة سيد درويش، أصدقاء موسيقى سيد درويش، لفينا وعملنا حفلات كتير قوي. وبعد كده دخلت فرقة تانية تبع الموسيقى العربية، دكتور محمد عبد العزيز، دكتور محمد عبد الستار. وبعدين دخلت المعهد العالي للموسيقى العربية قسم غناء عربي، غنى عربي. وطبعا كنت فرقة أم كلثوم، هذه معلومة وعملت جديدة بالنسبة لي يعني. يعني وسافرت معاهم كمان مع الفرقة. أيامها كان المايسترو بتاعنا الدكتور خالد فؤاد، وبس المعهد بقى. وبعدين طبعا كان في المدرسة، كان في مسرح ابن خلدون، ده المكان اللي أنا نشأت فيه، وأول ستيج وقفت غنيت قدام ناس، كنت بغني وبمثل، كنت عاملة إيزيس بتاعة تمام توفيق الحكيم. تمام بسم الله ما شاء الله. دي ومين اللي كانت كان البداية. بيشجعك في البيت؟ الاول كانت ماما رافضه تماما، ليه؟ ما مش عارفه يعني، قعدت فتره كده رافضه، وانا في ثانويه عامه خصوصا كانت عايزاني اركز في المذاكره وعايزاني ادخل علمي واطلع اعمل دكتورة. مهندسه وانا اصلا انا ما بحبش الرياضه وانا بحب وهي عايزاك المزيكا، مهندسة. ما فيش بقى خالص. فضلت شويه اتخرجت كده من ايه لحد بقى؟ ما اقنعتها موسيقى عربيه، موسيقى عربية. المعهد العالي للموسيقى برافو العربيه. عليك. فبعد كده بقى لما جت بقى تيجي تحضر لي حفلات وتشوف ان في ناس وفي جمهور، فهي بدأت بقى بعد كده تشجعني، بقت هي اللي تنزل معايا حفلاتي، وبقت معايا بتبوش مي لحد النهارده. بالمناسبه ماما هي اللي كانت صاحبه فكره ان انا اروح ستار اكاديمي بجد الموضوع ده كان سنة كام؟ 2013. 2013، اخر 2013، 5 سنين تقريبا، 4 سنين. اخر 2013 كان بدايه الاكاديمي، خرجنا اول 2014. يعني الاستفادة الحقيقية بقى من الأكاديمي؟ الاستفاده الحقيقيه الجمهور، انك عملت قاعده ممكن تقعد وقت طويل جدا تعمل ستيبس كتير قوي، اختصرت المشوار اختصرت شوية. كتير قوي من المشوار. يعني انا اتعمل لي القاعده اللي ابني عليها بقى اللي بعد كده، ان يبقى ليا شغل خاص بيا، يبقى ليا حفلات خاصه بيا. كانت لازم البدايه تكون في قاعده جماهيريه كويسه، وده اللي عمله لي ستار اكاديمي. طب